وللمزيد تنضم إلينا في الاستوديو نادية البلاسي محللة أسواق مالية. أهلا بك نادية. بداية بما أن الحدث الرئيسي طبعا التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، كيف تقيمين تفاعل الأسواق على خلفية هذه الصراع؟ الأسواق الأمريكية لم تتفاعل مع هذا الشيء بشكل سلبي، صحيح. بس في عندنا أصول أخرى تتأثر بهذه، يعني خصوصا النفط نشهد ارتفاعات على أسعار النفط، ولكن أسواق الأسهم الأمريكية يعني خلال الأسبوعين الماضوا لسه عم يغلقوا على أرقام قياسية، وطبعا ذلك بسبب توقعات تخفيضات أسعار الفائدة. لكن الأسهم طبعا الأوروبية هي التي نوعا ما يعني نرى فيها تراجع بسبب الضبابية في اليوروزون، وطبعا انخفاض التضخم في المنطقة الأوروبية، وأيضا كل من قطاع التصنيع وقطاع المانيفاكتشرين الذي يأتي طبعا لسه في انكماش وعندهم ركود تقني. نادية، عاد الحديث عن أسعار الفائدة وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، التوقعات هذه طبعا تراجعت، برأيك لماذا أصبحت الأسواق تسعر بداية مثلا المركز الأوروبي بأنه سيخفض الفائدة ب 25 نقطة أساس لهذا الشهر؟ يعني بعد آخر تصريحات لجيروم باول نوعا ما يعني قال أنه سيكون في تخفيضات بنسبة، يعني أعطى إشارات بأن سيكون في تخفيضات ب 25 نقطة أساس، يعني طبعا الأسواق أخذت هذا الشيء في عين الاعتبار، وكان في شوية ضغوط على أسواق الأسهم وتراجعات أيضا على أسواق الأسهم، لأنهم كانوا منتظرين يعني تخفيضات بنسبة 50 نقطة أساس في شهر نوفمبر، ولكن بعد تصريحات باول الأخيرة وأيضا أعضاء يعني أعضاء من الفدرالي آخرين أيضا يصرحون بنفس الشيء، فلذلك الأسواق الآن تسعر 25 نقطة أساس. طيب نادية، أيضا منذ بداية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة التركيز أصبح بشكل كبير على الذهب، ما هي أبعاد هذه أو تأثير الاضطرابات على الذهب، لأين سيصل؟ يعني الذهب شهد تقريبا ارتفاعات قياسية بنسبة 30% منذ بداية العام، ولكن منذ بداية تصاعدات التوترات الجيوسياسية رأينا أن المستثمرون يتوجهون إلى الدولار كملاذ آمن أكثر من الأصول مثل الذهب أو الين، فيعني الذهب سيستمر في أن يكون تحت ضغط، خصوصا مع طبعا يعني غير التوترات الجيوسياسية التي أصبحت في يعني في صالح الدولار، كمان في تخفيضات يعني احتماليات تخفيضات 25 نقطة أساس كانوا 50 نقطة أساس، فهذا الشيء أيضا ضغط على الذهب. وأيضا عنا في سوق العمل في الولايات المتحدة، يعني كان عنا الـ ADP جاء أعلى من التوقعات، فاق التوقعات، وكان عنا بيانات البطالة الأسبوع الماضي أيضا كانت أعلى من التوقعات، وكل هذه يعني البيانات تصب في صالح الدولار لأنها تعكس قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، لذلك نشهد أن سيكون في ضغط على الذهب خصوصا عند مستويات 2640 إذا كسرنا. النفط أيضا، النفط يعني لاحظنا أنه ارتد ولكن المكاسب كانت محدودة، صحيح. إلى أي مدى أيضا يعني ما زال مستمر عند مستويات 75 دولار؟ يعني تبقى مكاسب النفط محدودة بسبب كان في عندنا أوبك بلس ميتينجز يوم أمس، ولكنهم لم يصرحوا بأي شيء عن زيادة الإنتاج، سيكون في زيادة الإنتاج في شهر ديسمبر وهذا الشيء يعني يضغط بشكل كبير على النفط، ولكن شهدنا أن WTI يعني من 68 إلى 72 يعني في تقلبات كبيرة، ولكن أي تصاعد للتوترات الجيوسياسية يعني خصوصا في حقول النفط في إيران ممكن أن تسبب إلى الرجوع إلى 80 دولار للبرميل للنفط. إذن نادية البلاسي محللة أسواق مالية، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا. شكرا.